شباب شوف حل مع الطليان يا باشي يا شباب شوف حل مع الطليان يا باشي يا شباب شوف حل مع الطليان يا باشي يا شباب شوف حل مع الطليان. الاجتماع كان حضره بعض الوزراء وكنت معاهم للبحث عن القضية هذه. ما رعني إلا أن الكلام فيه نوع من مفهوم أن الدول الأوروبية وكأن احنا متخلفين عليهم وكأن الدور السياسي متاع العالم الثالث ديما ضعيف. يعني الأشياء اللي توصل للقضاء تولي مستعصية على السياسي في إيطاليا والمستعصية على السياسي في تونس. إذا أنا اللي فهمت من خلال الوزراء الأربعة اللي قعدت معاهم أن العملية ولت فيها يعني شد اليد من جانب القضاء. هذا المفهوم اللي فهمته. الشعب يريد تسليم شمس الدين. الشعب يريد تسليم شمس الدين. بالروح والدم نديكم يا بحارة. بالروح والدم نديكم يا بحارة. قض ناس من برشا حاجة وما عندهاش رزية بلادها بارك الله فيه. يعني فهمتي ومشاريع جاب فلوس يعني البلاد هذي جاب 220 مليون وجاب 450 مليون وكلها وصلت لرئيسها وكلها جازت بها الفلايك وناس ثقفت بحارة قالت حتى كيفاش تداوي البشر تلقى مريض في البحر كيفاش تلقى بشر ميت كيفاش تتعلم كيفاش تنقل. هذه كلها عملنا على رأسك وضحينا بوقتنا وعملنا وكل شيء على خاطر هالبلاد والوسيط في الحكاية أخويا. عطني زي القذ برش أشخاص معناها منهم مرة معناتها أعطونا هم عاملين رسك لحني وأعطونا معناتها وراق باش نطبوه من نجدة كل شيء. أتى أنا بقى 62 ميل من زريس وانقذ 180 شخص نجا. هذه أمور إنسانية واحد يزمي يعملها من غير مزيد حتى بشر. طاح بينا الموتير ومبان ولقانا هو بابا مع الحداش ممكن حكي الوهي هيك. قانا أعطانا ناكله وأعطانا نشربه واحد وطمنا شوي واحد وبعتلي رجع لنا في الليل. الليل مع 8 متاع الليل رجعنا ولقانا في نفس النقطة وحالة تعبت وواحد وما عاش عنده حتى حل معنا. كان خلنا هو اللي هيك معنا تسيبهم في مخة قلنا كنا نغرق وطو وذر بدو يبكوا وكل شيء حتى ركبنا الخوف الحق كان مش مسيد ظهر انا متنحني. هو وقت اللي قرب وشافوا هكاكت ولاد زرزيس وكذا يعني تكاثر هو ينقض لجي لكن وقت اللي شاف هكاكت ما تصحيح هذا هو تو الدم تو الدم ولا امور اخرى ولا يضحي بدني تاكل على جاله 14 شخص كان ما قضمش هو وفي ليلتها ثم بحر وفي ريشه كان يغوص وكان يموت تصير كارثه يعني. كان هو نوع الحرقه معناتها ينجم يعبي فيها 400 شخص يلقى روحها مصور مليار و200 يلزم السلطة توقف والخارجية توقف وتقوم بواجبها. ما كانش رابع تالي بيصير لهم حاجة أخرى. أني نعرف أترطوى أنا عمري 62 عام ونعرف الدومان البحار ونعرف قلوب البحار عشانية وهي جانهم طوفي بعضهم وعارفين كل شيء وناس بنريقوا فيهم وننظموا في الأمور. إحنا نمشوا نحبوا نمشوا بأمور قانونية ثم حاجات يمكن يفهموهاش الدولة إحنا فاهموا فيها أنا نمشوا بأمور قانونية. مشينا للسفارة الإيطالية وعملنا وقفة احتجاجية وبعد المسيرة نشوفوا الجلسة وبعد الجلسة لها مدبر حكيم. عملية إنقاذ هي عملية إنسانية يقرها القانون الدولي. كان من المفروض أن تتحرك الحكومة بسرعة. الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية والاتصالات التي قام بها كتب الدولة للهجرة هي اتصالات غير كافية. الحكومة التونسية تقر بادعاءات السلطات الإيطالية وتقر بأن القضية هي قضية قضائية ليست قضية حق عام قضية سياسية بامتياز تتعلق بالهجرة الدولية في البحر الأبيض المتوسط. وهذه القضية ليست محل اتفاق حتى بين الدول الأوروبية أنفسهم. الدولة بتاعنا وينها؟ حكومتنا وينها؟ مرخصك يا الشعب التونسي ما يعرفوا قيمتك في الانتخابات انتظنوكم من اكمل سيادة الشمسدين باش انقاطعوا اهلك بحارة كابس وجرزيس والجنوب الشرقي كله باش انقاطعوا الانتخابات عارف شكون ينتخبكم. احنا نطالبوا بالافراج الفوري على زميننا وهذا يا رغلو وبالتصعيد
قال له جرتيس حولهاكم، اقسم بالله حتى كيف سمنا حولهاكم في ايطاليا، اقسم بالله حتى كيف سمنا حولهاكم في ايطاليا، اقسم بالله ميناء تجاري جرتيس يتسكر، ميناء تجاري جابس يتسكر، الزغوطات بكل بلاصه ما نشمت راجعين،